أكثر الأوقات الواحد يتزوج لا عند أمه ولا عند أبوه. طبعاً أول فترة تمر وهم سمن على عسل، بس بعد فترة قصيرة بعضهم تنتهي هذا الحب ويبدأ التحيس ويبدأ الهرام وتبدأ المشاكل بين الزوجة وأم الزوج. فيضطر الرجل إنه يخرج لبيت لوحده علشان يسكه من المشاكل التي بتحصل بين زوجته وأمه. إيش رأيكم ننزل الشارع ونشوف رأي الناس بموضوع حلقتنا لليوم؟ محددة أمي، محددة أمي، ما بش قلت لها ما بش مرتي لا ما ولا تعمل لي مشاكل أمك أمك تعيش مع أمي تعيش مع أمي. أنا أقيلها بالهداوة أتفاهم أنا وياها. رافضة موضوع أمك إني تكون في البيت، ما تشيش أمك. يعني في وقت الحالي وأنا ظروفي ما تسمح لي أقول لا ما أقدرش أوديش بيت أهلش، أما يعني ما أتقعد في بيتي وبتصرف معها تصرف غير التصرف الذي كنت أتصرف معه من قبل. عادي بس أقيل لي حالي شقة. لا تعتبرها زي أمها، يعني من باب النصيحة لأن ترفع الصوت من باب الاحترام كبار السن، لكن تأخذها على جنب توريها الصح، الصح من الخطأ بطريقة مناسبة، لكن ترفع الصوت لا. ليش؟ منها غلطانة غلطت أمك. حتى ولو تكلمها بكلام هداوة، حتى لو غلطت تكلمها بصوت عالي لا. أنا أصيح فوق زوجتي أقول لها ليش تفعل هذا الشيء، أقول لها هذا غلط. طيب أمك صيحت فوقها وهي استقضت عادي؟ لا لازم عن أمي تكون عن عمتها، لازم تحترم عمتها.